من فتره وجيزه كانت بطوله افريقيا وبنتنا بطلتنا سمر حمزه طبعا اخذت الميداليه الذهبيه. خلينا نسترجع اللقطه دي بقى. الميداليه مفهومه، فاهمين البطوله وفاهمين الذهب. ايه حضرتك ده؟ بصي انا كسبت طبيعي كل مره انا بلعب في تونس كل مره في تونس اول ما اي حد مصري يكسب بيشغلوا له اي مهرجان اي حاجه تخص مصر، حتى يعني انا استغربت ان هم يعني شغلوا مهرجان فعاملين يسقفوا، فقلت بقى يلا بقى ايه كان مهرجان ايه بقى اللي بترقص عليه؟ ابطال الجمهوريه. طب والله العظيم الشعب التونسي ده لماع، ابطال الجمهوريه خط حدود العالميه، حطوا خطه جهنميه معايا لان هم احنا النيجيريين صعبين جدا كمستوى قوه، وحضرتك شايفه هي عامله ازاي اصلا. فهم هم 10 موازين تقريبا ما فيش غير انا ومروه العمري اللي بنكسبهم على مستوى افريقيا. فاللي هو انا المره دي التاسعه ان انا اكسب نفس البنت، فالبنت يعني هي منهاره، كانت تتخانق مع كابتن طلبه اصلا. لا هي ده انت خليتيها تنهار اكتر، الرقص بتاعك ده كمان يعني جديد في الملاعب برضو. يعني بطوله مستحقه، وطبعا كل التحيه للشعب التونسي وللبطله التونسيه مروه، لانه كمان هي اسم مهم ومستحقه التحيه. أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، عاملين فكرة جهنمية هنغني لكم تحت المية. عبارين من العباسية مريحين بعد العملية، وانت بتاعت المشمشية قاعدة جنبي في العربية. هات لك كبدة وواحد سجق، حتى البيبس ما خدتش بوق. يلا يا زوكش أنا هنا من الصبح. يلا يا شيح تنزل بالفوق. فين الفانكو فين الدو؟ فين الفانكو فين الدو؟ العربية عطلانة بتزق، العربية عطلانة بتزق. بصيت وسط المعمعة شفت سمكة واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.